اهلا بمشاهدي شهوات 360. معكم شيف ادهم من سوريا بفندق مازاغان بيتش ريسورت بالمغرب. عندنا شهوات مقبلات. اول حاجه اسمه فتوش معروف بالشرق الاوسط، بيتقدم خاصه برمضان. اول شيء بنبدا بالمقادير، بعدين بنبدا بطريق التحضير ان شاء الله، وان شاء الله بيعجبكم هذه الطريقه تبع الفتوش. هلأ نبدأ بالمقادير تبع الفتوش. هو أول شيء من خس، عندنا خس تقريبا نص حبة خس، خس طويل بين رومي. عندنا تقريبا حبة خيار، معروف حبة خيار طبعا. عندنا فليفلة مشكلة، الأصفر والأحمر والأخضر. عندنا خضار ورقية، عندنا نعناع وبقدونس. عندنا بصل طبعا، بصل أبيض، بصل أبيض مهم كتير للفتوش. وطبعا بندورة معروفة، المطيشة بندورة. عندنا خبز مقلي، بيعملوا خبز مقلي طبعا على الوش فوق الفتوش، بيعملوا مع شوية دبس رمان. عندنا الصلصات طبعا. قبل ما نبدأ بالصلصات، في عندنا توابل طبعا، توابل الملح هو ضروري. وعندنا السماق، السماق اللي هو حامض موجود بالشرق الأوسط كتير. عندنا جبن يوناني، جبن فيتا. عندنا صلصات، نبدا بالصلصات. عندنا دبس رمان، خل الابيض ضروري يكون خل ابيض، وعندنا زيت الزيتون. هلا بنبدا بطريقه التحضير. طريقه التحضير نبدا اول شيء بنحط الخس. هلا بنبعد بالخس طبعا، نبدا فيه شويه. حطينا الخس، بنحط بعدين الخيار، بنجيب الخيار، خيار طبعا مقشر وجاهز، نفرمه على شكل مكعبات. وكل شيء، هو اهم شيء الشكل، بيقول لك العين بياكل قبل التم، مو هيك؟ عندنا كمان خضار ورقيه، قلنا خضار ورقيه. هلا عندي بقدونس ونعناع منتف ومنظف ومغسول بشكل كامل. عندنا البصل الابيض، البصل الابيض ده هو قلنا قطعناه على شكل مربعات. تمام. الخضار كله بيكون نفس الشيء، اذا قلنا 200 جرام لنفرد خس، 200 جرام بصل، 200 جرام فلفل، 200 جرام خضار ورقيه. تمام. البندوره كمان لنفرد، حطيناه هون، كله عندنا فريش ما شاء الله. هلا بنبدا بالملح. نحط الملح حسب الرغبه طبعا، ولكن في شيء اسمه فيش تكنيك، عيار تبع السلطه. العيار تبع السلطه هو معلقه صغيرة، نص معلقة صغيرة. تمام. حطينا هون شوية سماق، السماق لازم يكون معلقة كاملة لأنه فيه حموضة وشكل السلطة بيجي منيح أحمر. هلا بنبدأ هدول الشغلتين، بنبدأ هذا بالصلصات اللي بنحط بالفتوش. أول شيء بنحط خل. الخل تقريبا 15 جرام، مو أكثر. بنحط تقريبي مثلا 15 جرام. نحط الزيت نفس الشيء 15 جرام. تمام. زيت الزيتون طبعا، ممنوع اي زيت اخر نحط للخضره اللي هي فتوش. هلا بنبدا بالخلط طبعا. هلا نحن هون صار عنا فتوش جاهز، نبدأ هلا هاي البولة عنا، نبدأ بالغرف. حبات الجبن 150 جرام جبن. ضل عنا الخبز المقلي، حطينا خبز المقلي. طلعنا السماق، قلنا السماق من فوق شوي كمان رشة، شوي ديكور بيعطي أحمر، ومع حامض يعني ما بنخسر شيء، بصير طيب. هلا عنا دبس رمان، قلنا دبس رمان معروف طبعا، بيعطي على حلو حامض. تمام.
هلا هون السلطه جاهزه عندي، صح فتوش، صحه وراحه.